انا مش قلت لك اول ما نحط رجلينا هنا تنسي مصر بكل اللي فيها؟ بس دي ماما وتعبانه جدا والله. بقول لك ايه، كون النسوان ده مش هيخش عليا مش عشان شويه هبل تبوظي لي كل اللي انا بعمله. انت من ساعه ما حطيتي رجلك في الطياره وانت امك مش عيانه، امك ماتت. حاضر. هم واهلك كلهم. حاضر. وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله ده تاني، لان ده لو حصل هقتلك. حاضر. انا اسف. هقتلك يا رجوان. انا اسف والله. هقتلك. بس انا ترجمت الموضوع في منت وقلت لها رايح فرح، بس كهربت امي يا طاعون زي ما تكون عكشتني مع واحده. جت طاعون يا دياكي بداكي، ده انت طلعت كتكوت يا جدع. الله، طب ما تفكك منها بدل ما هي مربيه لك الهلع كده. يا طاعون، يا طاعون اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل. امال يبقى ايه؟ جد شويري. انا عارف بقى ايه الحكمه الغلط دي. طب انا اروح اشوف الشغل بقى. الشغل؟ مش عارف انا ايه حبك في سن المعاشات ده. هنا كنت اشغلك بقى في دار الامل بدل الكباريه ده. الدلع يا هيما. انت منوران. تمام. الو. مساء الخير يا ابله. مساء النور يا سوك. طمنين عليك، انت عامله ايه دلوقتي؟ انا كويس الحمد لله. بقول لك يا ابله، انا ربنا كرمني واشتغلت على عربيه كبداكي، ومش عايز اقول لك بقى القشه معدن والحمد لله. طب كويس يا سكر، ربنا معاك. بقول لك يا ابله، وشويه كده ان شاء الله وهجيب امي ونيجي لاخوك الاستاذ فواز ان شاء الله يا سكر. بقول لك وانا ممكن اطلب من حضرتك حاجه بس بعد اذنك؟ ممكن يعني اكلمك من حين الاخر؟ معلش يا سكر مش هينفع، خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي الفواز. حتى ابله مستخسره في المكالمه. ابله معلش يا سكر عشان خاطري. ماشي ابله، انا اسف يا ابله اني كلمتك. سلام يا ابله. مع السلامه يا سكر. انا هاخد قميصين النوم دول وهديك 20 جنيه والباقي على 6 شهور، بس انت تستاهلي معانا شويه. 6 شهور ايه؟ احنا قلنا القسط على شهرين وقطعه واحده بس، هي واحده. طب اسمعي، ما تسمعيش كلام النسوان دول ياكلوا مال النبي. انت جايه تتنصح علينا ولا يا ست سندس؟ يا اختي وما تنصحش ليه؟ ها؟ عايزه تلبسي المشخلع والملمع وما تدفعيش. السلام عليكم. امشي. التليفون بيرن. خدي ردي. يا حلاوه يا ولاد. يا بابي. هايدي يا حبيبتي، طمنيني، روح عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. يعني هكون عامله ايه؟ هايدي وبعدين؟ مسكي نفسك بقى، اجمدي، ظروف وتحطينا فيها لازم نستحملها. ما انا مستحمله يعني، هو انا قدامي حاجه تانيه اعملها؟ يا اختي احمدي ربنا قولي الحمد لله، غيرك مش لاقي لقمه ولا هدمه يلبسها. انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو، وبيقول انه عاوز يودي الورق للمحامي الكبير اللي هو يعرفه ونعمل له توكيل بتاريخ قديم. قول لها ده متخصص في قضايا الاموال العامه. ششت. انا بسالك رايك انت يا حبيبتي، خصوصا بعد ما تأكدنا إن نادر ده ملوش أي علاقة بالراجل الجبان أبو نجوان ده. المهم معرفتوش إيه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟ مرضيش يفتح بقه من غير ما ياخد فلوس، فأنا يعني قلت نستنى شوية لحد ما نشوف المحامي الجديد ده هيقول إيه، فأنا قلت ناخد رأيك الأول. إيه رأيك نروح له؟ وأنا شعرفني يا بابي، والله العظيم أنا مش عارفة، أنت شوف إيه الصح واعمل، والمهم تخرجني من الكابوس ده بأي شكل. حاضر يا حبيبتي، المهم بس انت خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابي، باي باي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو انا صبري معاك طول السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحده غيري كانت راحت عملت لك قضيه خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست ناولة واللي انت عايزاه؟ وانا مأجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزه ومتستته واكله شربة نايمه وعامله نفسك السفيره عزيزه قدام نسوان الحته كلها، ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، واشمعنى يعني كنت هتكتبه للبيت الواقعه؟ ولا كمني يعني بنت اصول وما شربتش عليك اول ما اتجوزنا؟ ولا انا اكبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف على الجاهز؟ من الاخر يا ست نوال، أنا مش
مش هكتب لك بلاطه من الشقه. عيشي بقى وما تخربيش على نفسك. انا نازل اشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانا فيه ليل ونهار. اعوذ بالله. بقى كده يا سلومه؟ ماشي يانا يانت. صباح الفل يا ابو السوخي عندليب. صباح العسل. اصحى منطقه شاعر مصر اهو. الوراق امبابه كيكات منور يا نجم. بقول لك انا اول مره اشوفك واقف مكان كبداكي. اكل العيش بقى يا نجم. انما قول لي انت مختفي فين يعني؟ مشاغل بقى. بقول لك ايه، ظروفني نص سجق ونص كبده. انما قول لي قبل السجق والكبده كده اخبار الفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص، بقيت شغال مندوب مبيعات في شركه منظفات، بلف على البيوت ابيع منظفات وبكسب اكتر. عايز اكل اخلص. هقول لك حاجه نظافه برضو. بقول لك يا نجم ما ترجع تاني الملاعب يا نجم ونعمل دويتو انا وانت استاذ. انت تكتب استاذ وانا لحن وغني. قلت يا عم دويتو انا ايه؟ قلت لك ما بياكلش عيش. الظروف سندوتشات. اقول لك حاجه، ادي العيش اهو. بص يا استاذ، انت تكتب كوبليه استاذ تظروفني الكوبليه. ايوه. اديك واحد سجق. ايوه. تديني بقى الاغنيه. ايوه. اديك واحد كبده. قلت يا استاذ. يا عم لاجل النبي، هو قطع الشعر بقى كمان مقابل الغذاء؟ اظروفني واخلص. هو يا استاذ استنى استنى استنى. الو. صباح الخير يا سوكا. صباح الخير يا ابله. وحشاني يا ابله. سوكا انا محتاجه لك في خدمه. امريني يا ابله. الحاجه انتصار تعبانه قوي وانا محتاجه اروح لها البيت اطمن عليها، بس جوزها راجل ناقص قوي وطردني المره اللي فاتت، وانا مضيت لها التقرير من المستشفى بس هو محتاج يتمضي من الوزاره. ده انا تحت امرك، ده انت تأمريني. انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوا. طب بقول لك ايه، ما عدى عليكي في المستشفى ونروح انا وانت. لا يا سوكا مش هينفع، وانا لولا محتاجه لك ما كنتش كلمتك. ماشي يا ابله، ثواني واجيلك يا ابله. جود باي. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنه السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو ثمن شحنه السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. هذا طبيعي، سبحان الله. في طبعا انا هسلمك الشحنه سليمه. خلاص يبقى انا انتهى دوري. ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله ما ترد يا شيخ جاسم. لا لا اسمع يا اخ مروان، مو معقوله انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنه واتحمل نقل الشحنه بعد وادفع زياده؟ لا لا هذا وايد وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنه هنا. الله بيعها هنا يا يبا. هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير كبير وايد. حتى اسال الست نجوان، انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطر بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. شفيك سكت يا مروان، ما تتكلم، قول حاجه. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك كنا ضحكنا عليه. مالك؟ ابدا ماليش. من ساعة ما جينا ما بتتكلمش تقريبا. يمكن ما فيش حاجة اقولها. هو انت لسه بتفكر في نجوان يا نادر؟ للأسف في حاجات ما ينفعش ما نفكرش فيها. زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها. سيبك مني يا سارة، على فكرة بقى انت ما قلتليش اي حاجة عن نفسك. هتكرهني لو عرفتني. ليه بتقولي كده يا سارة؟ على فكرة انا ما بحبكيش عشان اكرهك. وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما اخدش موقف من الانسان اللي قدامي علشان اعرف اتعامل مع القضية بتاعته بحياد. انا بابا وماما طول عمرهم برا مصر، اتنين دكاترة كبار نقلوا في كل بلد شوية، وطبعا معهم فلوس كتير، فمفيش حد فيهم فضيلي ولا فضي يعرف حاجة عني أصلا. رجعت قعدت في الفيلا بتاعتنا 3 سنين لوحدي يا نادر. ياه
حبيت ابن خالتي.